رمضان شهر الأجر المغفرة والرحمن، وأيضا هو شهر الشهية، ولكن عند بعض الأشخاص الشهية تفوق كل شيء. فريق شبح حصة قدر يجيب لكم تغطية لشخص يتشهى بزاف، فريمو فريمو بزاف. روبورتاج حميد بيسابس، أمين المولي. صباح الخير بابا. جيتي في وقتك، صبتيني دي في الليستة. قولي لي وش راح طيبي اليوم؟ نهار اللون بابا متوم مليح، كي نوعو شوية. شوفي، نحو اللحم ونديرو المتوم بالركع. على بالك الله بالركع هذا شهيك. بابا كل عام هكذا، يتشهى من شعبان حتى نهار العيد. وبوا وين صباح ربي لازم يبريمي اون ليست العفايس اللي لازم يقضيهم. هي جو كومبخون رمضان الناس تتشهى وكاع، بصح تقول يزيد عليها شوية بزاف. بنتي 10 كيلو ركز عم تكفي؟ تفضل نرجع نرجع. يا يا عمي برزاق، شو ما طري يا عمي برزاق. مرحبا بك يا عمي برزاق، هاي لتشينا جديد عمي برزاق. دوك نرجع دوك نرجع دوك نرجع نرجع مرحبا عمي برزاق. طلعوا نولي عمي برزاق. مرحبا. ايه لا لا معليش، هيا كثر خيرك. نولي نولي لا عنديش من بعد انتهى من بعد عمي برزاق. هاني نولي يا شوف شوف عمي الله يبارك، ما عندي ما اقول فيه. تتقاشى رمضان ماني فيك كيفاش يجو. خلي يا بنت الخير تاع رمضان والجوز من بعد نقول لك من بعد. السلام عليكم العزيز، كاين الركع اليوم شهيتو الركع على بالي. وليدو عمي مرزاق واش نو هذا؟ هذا لافوكا عمي مرزاق تاع المكسيك هذا. ايه تاع المكسيك. قول لي ولافوكا هذا زعما يقدر يدافع مع القاضي؟ معليش معليش اعطيني زوج كيلو. هيا خلاص هيا زوج كيلو. الخضرة سي با، الفاكهة سي با، دركا نروحو للإلكتروميناجي.